النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: حرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي طيلة الأسبوع الحالي، أيضا لا يستمر لليالي اللطيفة والماء إلى البرودة خلال الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، توضح خلو عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر العربي المتوسط من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي تشكلت خلال ساعات الصباح، هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة على كل من مرتفعات لبنان، المرتفعات فلسطين، وأيضا شمال المملكة، وأيضا الساحل السوري، وأجزاء واسعة من شمال مصر. هي ناتجة كما ذكرنا عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ليلا. هذه الغيوم سرعان ما تلاشت خلال ساعات الصباح وأيضا خلال ساعات الصباح المتأخر. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، ولتوضح استمرار أو استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام حتى يوم الأربعاء. طقس صيفي اعتيادي متوقع، درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل لتصبح الأجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية وأيضا منطقة السهول، لكن تكون بين المعتدلة والدافئة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة وأيضا أجزاء من منطقة البادية. نذهب الآن إلى العاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس مائل للبرودة، 19 درجة مئوية فقط متوقعة في العاصمة عمان لهذه الليلة. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة تستقر درجات الحرارة حول 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون بين 18 و20 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.